دفعت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح اليوم ب17 آلية من بينها روافع هيدروليكية و74 ضابطا وفردا من رجال الدفاع المدني للسيطرة على حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في مصنع للحديد والصلب في مدينة سلمان الصناعية، حيث تم إخماد الحريق لتبدأ على الفور عملية التبريد اللازمة منعا لتجدده مرة أخرى. وأوضح العميد عبد العزيز العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات الرئيسية كانت قد تلقت بلاغا بالحريق في تمام الساعة 5:25 صباحا، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع والذي وصلته خلال 5 دقائق من تلقي البلاغ، وباشرت عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المصنع والمصانع المجاورة من خلال توزيع الآليات على 3 قطاعات. وأضاف أن عملية مكافحة الحريق تمت من الخارج نظرا لوجود مواد كيماوية بداخل المصنع، في الوقت الذي قام به فريق المواد الخطرة بالتأكد من عدم وجود أي تسريبات ليتم لاحقا تكثيف عملية الإخماد من داخل المصنع، حتى تمت السيطرة على الوضع بالكامل في غضون 3 ساعات، فيما تم في وقت سابق إخلاء المصنع من كافة العاملين فيه. وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن التحريات ما زالت مستمرة لكشف سبب الحريق. عند استلام البلاغ وتوجيه الآليات، حيث توجهت جميع الآليات والفرق إلى الموقع، حيث كانت قيادة الموقع بقيادة العميد عبد العزيز العامر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وعدد من الضباط ومدير إدارة العمليات، حيث تم تقسيم الموقع إلى 3 أقسام بتوزيع عدد من الضباط والأفراد والآليات على الموقع وعملية المكافحة، حيث كانت عملية المكافحة من الخارج، بالإضافة إلى كان داخل المصنع كانت توجد مواد كيميائية وتم طلب فريق المختص بذلك فرقة المواد الخضراء والكشف عن الموقع، وعن تأمين الموقع من الداخل واخذ الغراءات ان الموقع كان سليم تمت الانتقال من عمليات المكافحة من الخارج الى المكافحة من الداخل.